أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله، فهل هذا جائز وما معنى هذه الكلمة؟ التوسل إلى الله بالتوحيد جائز، لكن بغير هذا اللفظ، أن يقول أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بدون أن يقول بحق لا إله إلا أنت، أن يقول أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما قال ابن نون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بهذا اللفظ.